بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك. الواحد ما بيصورش بالشكل ده بقاله كتير، بقالنا كتير قاعدين على الكرسي لدرجه ان انا مليت من القعده على الكرسي بصراحه، فقلت ارجع اصور كده فيديوهين ثلاثه وانا واقف. هتخلع عن المايك وهتلاقي فيه صوت ضوضاء، هحاول على قد ما اقدر ان انا اشيله، بس في اوقات مش هعرف اشيل الاصوات، فانا اسف عليها مقدما. النهارده قررت ان انا اتفرج على مباراه بريست، بعد ما ربنا ما كرمني ولقيت رابط للمباراه، بفتح لقيت فيه طرد حصل في بريست في الدقيقه 29. دخلت الماتش متاخر، الدقيقه 29 قلت عادي بلاقي في الملعب تمام. ابص لقيت بلاي اتغير، قلت بس احلوت كده، انا يعني جاي من هنا والطرد حصل من هنا وبلاي اتغير من هنا، انا رحت قافل المباراه، لان فرقه بريست مش هي الفرقه اللي هتتحمل ضغط وتلعب 10 لعيبه، مش فرقه كبيره سعادتك. فيوسف بلاي اتغير والفرقه خسرت. عادي جدا ان انا بدخل على يوتيوب اكتب يوسف بلاي الاقي شاهد هدف يوسف بلاي اليوم، اللي هو انا لسه سايب الفرقه خسرانه 1-0 يا جماعه، ازاي يوسف بلاي ربنا كرمه ورجع من على الدكه جاب جون ازاي؟ طيب ربنا يعرفه بالعقل. يقول لك هو سجل هدف النهارده وفريق بريست عمال يكسب مش عارف ازاي، بس عادي. قلت خلاص تتعود بقى في الفاينل واتفرج على مباراه ويست هام وولفرهامبتون واشوف سعيد بالرحمه بقى اساسي، عشان سعيد بالرحمه ما يلعبش المباراه كلها. طب خلاص بقى انا اتفرج على برونو لاج والاداء اللي بيقدمه مع وولفرهامبتون ووندرز. برونو لاج لعب مباراه دفاعيه بحته، بدور على الشكل الهجومي بتاعه لقيت ترينكاو بسم الله ما شاء الله 17 مباراه ولا اسيست ولا هدف. فابيو سيلفا اساسي ومقعد رول خيمينيز بره. الراجل الكوري الجنوبي ده شانج لعيب كويس جدا، بس هو حرفيا الاخطر فيهم مع غياب رول خيمينيز، هو مؤثر شويه، وهو فعلا اللي راحت له الكره اللي كانت خطيره جدا لفرقه وولفرهامبتون ووندرز في الشوط الاول، وبصراحه يعني هو شاطها كويس بس هي ضاعت، هو عمل اللي عليه بس الكره ضاعت. قلت بس بقى بالرحمه هينزل مكان لانزيني او هيطلع له بابلو فورنس، مع انه بابلو كان عامل مباراه كويسه جدا. وجريت بون الناحيه الثانيه مش هيطلع. مايكل انتوني ما ينفعش تطلعه لان كده كده مايكل انتوني دبابه واقفه قدام. الناحيه الثانيه رومان سايس للامان عمل ماتش كويس، بس هو المشكله ان مايكل انتوني صحته حلوه شويتين، فاي سبرنت هتقطعه مع مايكل انتوني هتلاقي نفسك يعني غصب عنك كده هو سبقه من ترين ثلاثه، ما تعرفش ازاي يعني. هو سبرنت مع رومان سايس الاقي رومان سايس وراه وهو قدام، اللي هو حصلت ازاي دي؟ مش عارف. وتوماس سوشيك عيد ميلادك راح مسجل هدف النهارده خلص بيه المباراه. طب فين سعيد بالرحمه؟ لا بالرحمه مين؟ احنا خلاص سجلنا هدف صح؟ نرجع بقى عيسى ديوب نامن خط الدفاع بتاعنا. كورتزوما رغم ان الجمهور عمال يقول له يا بوت، بس مع ذلك الواد عمال يأدي اداء كويس بصراحه، بينونوله في المدرجات بس بيأدي اداء كويس. هتقول لي نونوه ليه؟ ما هو سعادتك كورتزوما اعتدى على قطه والفيديو ده اتصور وبسم الله هو صور الفيديو بيعتدي على قطه، فالجمهور بتاع ويست هام مسك هالوزيلها كل ماتش ابو قطه لحد ما بسم الله ما شاء الله وصلنا لمرحله الضحك الغريب المبالغ فيه بالنسبه لاي كره بتيجي لكورتزوما بتلاقي فيه مواق حرفيا موجود في الملعب عليه. بس ويست هام قدر ان هو يكسب، قدر ان هو يطارد مانشستر يونايتد على المركز الرابع، المركز الرابع اللي هم الاثنين خايفين من ارسنال اساسا اللي متاجل له ماتشين، لو كسبهم هياخد الصاروخ ويطلع ينافس تشيلسي. قلت بس اعوض في ماتش تشيلسي واتفرج على زياش مقابل محمد صلاح، لقيت زياش بره السكور، قلت بس واضح ان هي بدات تنحس معانا ومحتاجين ان احنا نرجع نلقي القناه تاني، انا محتاج ارجع ارقيها بجد عشان تجيب مشاهدات تاني. لو عجبك بقى الفيديو اعمل لايك علشان نرجع نرقي القناه كلنا مع بعض، ما عجبكش الفيديو فعادي يا برو، فيديو زي الالاف اللي قبله، هو 1000 فيديو، ان شاء الله نكمل الالاف كلها مع بعض.